ثابكم الله. يقول السائل: جئت من أبها آخر يوم في شعبان، عملت عمرة نفس اليوم، هل هذه عمرة رمضان أم لا؟ جزاكم الله خير. نعم. يقول: جئت من أبها آخر في آخر يوم من شعبان، عملت العمرة، هل هذه عمرة رمضان أم لا؟ عمرة رمضان ما وقعت في رمضان، إذا كنت أديتها في بعد دخول رمضان فهي عمرة في رمضان، أما إن كنت أديتها قبل دخول شهر رمضان فهي ليست في رمضان، في شعبان.